السلام عليكم. مع تزايد نسبة المنافسة بين شركات الاتصال من أجل توفير أفضل تغطية، فإن عدد شبكات الاتصال وكذلك الأبراج فهي تتكاثر بشكل مهول، الأمر الذي يسبب بشكل مباشر أضرار لصحة الإنسان، خصوصا ما إذا كانت هذه الأبراج تتواجد بين المنازل، حيث أن الأبراج التي تتواجد بين السكان هي أكثر خطورة على صحتهم من الأبراج التي تتواجد على الهضبات أو الأماكن المرتفعة، خصوصا أن هذه الأبراج من أجل أن ترسل الإشارة وتستقطبها فإنها تحتاج إلى قوة دافعة كبيرة. هذه القوة الدافعة هي التي تخترق جسد السكان وبالتالي تصفر عن قتل جيناتهم. عندما نتحدث عن قتل جينات فهنا كذلك نتحدث عن عدة أمراض تسببها هذه الأبراج، وللأسف أن السكان لا يعرفون ذلك ويسمحون بتواجدها. أعطيك على سبيل المثال، هذه الأبراج تسبب في مرض فقدان الذاكرة أي الزهايمر، تسبب كذلك في مرض السرطان، تسبب كذلك في مرض هشاشة العظام، بل تسبب كذلك في تشوهات على مستوى الجنين إذا ما قدر الله كانت هناك امرأة حامل تقطن بالقرب من هذه الأبراج. بل ومجموعة من الدراسات المنتشرة نتائجها على الأنترنت تؤكد أن الأبراج أو أبراج الاتصال تسبب بشكل مباشر مرض أو أمراض السرطان. فعلى سبيل المثال نأخذ هذه الدراسة التي يعني كانت في سنة 2013، حيث يقال أن 7000 حالة موت بسبب السرطان سببها أبراج الاتصال. بل أذهب معك إلى أبعد من ذلك، فدراسات ألمانية وكذلك إسرائيلية تؤكد على أن هذه الإشعاعات المنبعثة من أبراج الاتصال تسبب في السرطان، تسبب كذلك في أمراض جلدية، بل وكذلك تسبب في اضطرابات وقلة في هرمون الميلاتونين والسيروتونين، وهما أهم هرمونين يعني يساهمان في إرسال الرسائل إلى الدماغ، بالإضافة كذلك إلى النوم، وهم كذلك يلعبان دور مهم في المزاج وإلى غير ذلك من البيهيفيرز أو من التصرفات. أعطيك على سبيل المثال كذلك أن هذه الإشاعات تسبب كذلك ليس فقط قلة في النوم، بل تسبب كذلك قلة في السائل المنوي، بالإضافة كذلك إلى أمراض في الرأس أو يعني أضرار أو صداع في الرأس، في الرأس، انخفاضات في ضربات القلب، تسبب كذلك في صعوبة في التنفس، ضرر بهرمونات وضرر كذلك بالجينات وضرر كذلك بالDNA، تسبب كذلك في الأيض وفي أمراض جلدية وإلى غير من ذلك. كل هذه الأضرار التي ذكرناها اعتمادا على مصادر، وهي مصادر تابعة لمؤسسات، تابعة لدكاترة، لأبحاث علمية تم القيام بها من أجل تنوير الرأي العام حول المضار والأضرار التي أو الناتجة عن هذه الأبراج. وفي خضم كل هذه الأضرار نجد أنها لا زالت تتكاثر بين السكان، هؤلاء الذين لا يعرفون وليس لديهم علم بالمخاطر الصحية الوخيمة التي تسببها هذه الأبراج على صحتهم، ويرحبون بها ولا يأخذون أي ردة فعل. بل ونجد أن هناك بعض السكان من يكتري لشركات الاتصال مساحة متر على متر من أجل وضع برج اتصال مثل هذا، ولا يعلم أن ذلك المبلغ الذي يتقاضاه لن ينفعه حتى في الدواء إذا ما قدر الله وأصيب أحد من أبنائه. بل وغير ذلك فهو لا يسبب الضرر لنفسه ولعائلته، بل يسبب الضرر كذلك إلى جيرانه والمحيط الذي يقطن بالقرب من هذه الأبراج. في الحقيقة لا أريد أن أو ما سأقوله الآن، أريد أن أقول فقط أنه عبارة عن وجهة نظر، يمكن أن تكون صحيحة يمكن أن تكون خاطئة. يعني من خلال ملاحظتي لتمركز هذه الأبراج وجدت أنها لا تتمركز في الأحياء الراقية، غالبا تجدها في الأحياء الشعبية وسط الأحياء الشعبية. أما في الأحياء الراقية، في بعض الأحياء التي لاحظت تواجد هذه الأبراج وجدتها يعني مخفية وراء يعني نخل اصطناعي، وراء نخل اصطناعي كما تشاهدون في هذه الصورة. هذا راجع يعني عدم غياب أو غياب وعي السكان الشعبيين، لا يعرفون المخاطر التي يعني تسببها هذه الأبراج على صحتهم. لهذا في هذه الحلقة رجاء المرجو مشاركة هذا الموضوع، لأنه مهم، لأنه يجب على الناس أن تهتم بهذا الموضوع، أن يخلق جدل حول هذا الموضوع، ولكي يعني نوجه الرأي
الرأي العام وكذلك الإعلام. للأسف أن الإعلام يغيب تماما عن تغطية مثل هذه المواضيع. فلهذا رجاء هذا الموضوع مهم، وأعتقد أنه من الضروري جدا أن تشاركه أو تشاركونه مع أصدقائكم. جميع الحقوق غير محفوظة، حملوا في قنوات يوتيوب أخرى، لا مشكلة، استغلوا هذا الفيديو كما تشاءون. غير ذلك فكنت سعيد جدا بأن أتواصل معكم من خلال هذه الحلقة. ولمن يشاهدني لأول مرة، اسمي أمير رغيب، أقدم حلقات يومية عن التكنولوجيا فقط على مدونة المحترف www.tshapeprofession.com. يمكنكم أن تجدونني كذلك على صفحتنا في الفيسبوك، أضخم صفحة تقنية بأزيد من 1,000,000 معجب فقط على facebook.com/tshapeprofession. وإذا كنت تشاهدني من على قناة المحترف، فرجاء لا تتردد في النقر على زر سبسكرايب للانضمام إلى أزيد من 500,000 متابع. أراكم وأضرب لكم موعد في حلقة غد بإذن الله. إلى اللقاء.